ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، الآية 192. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ودي جاءت بعد الآية، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الآلهة المدعوة من دون الله سبحانه وتعالى، وجميع من تدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون لهم، لهؤلاء الداعين والمستغيثين بغير الله وبهذه الآلهة، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كذلك هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها. وابن كثير أورد قصة يعني يحسن أن يذكرها الداعية إلى التوحيد للناس، وهي قصة معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهم أجمعين. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير: وكان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وإن تتعلم تجيب الآيات، إذا الآية فيها قصة، فيها أثر، فيها حديث، فيها آيات بتؤيد نفس المعنى في الآية، بتذكرها للناس زي ما بينا المرة الفائتة. ابن كثير طوالي جاب القصة دي في قوله تعالى: ولا أنفسهم ينصرون، يعني الآلهة ما بتقدر تنصر نفسها ذاتها، يبقى تنصر غيرها كيف؟ قال: وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين. بالليل بتسللوا، هم بعد ما أسلموا كانوا شابين، معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، فبالليل بعد ما المشركين يناموا يقوم يتسللوا يمشوا محل الأصنام بتاعت المشركين، يعملوا شنو؟ يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل، لأنه بعض الآلهة كانت من خشب يكسروها، والمن خشب دي يشيلوا، بعد ما يكسروها يشيلوا الحطب بتاعها يساعدوا به الأرامل. ده منو قال يبيعوا؟ لا ما بيعوا، بيعملوا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك. طيب هل يجوز الزول يعني يبيعه، أو لو لقى قروش عند القبة يشيله؟ ده ذكرنا كلام الهادي، ذكرنا مسألة، هل يجوز؟ أيوة نعم. ما هو الدليل؟ ما يجوز؟ ما هو الدليل؟ ما سامع؟ أيوة. طيب ما يجوز؟ الألباني رحمه الله، أنصار السنة زمان كان بيقول لنا ممكن تشيله وكذا، لكن الألباني رحمه الله قال لا يجوز، لا يجوز. قال لأنه هم بيستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى دين عروة بن مسعود الثقفي من خزينة صنم اللات، فالحزبيين كانوا بيستدلوا يقولوا تشيله. طبعا الحزبيين لما الوقت ذاك لما كانوا شوية فيهم مروة قالوا تشيله طوالي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شاله وقضى بها دين عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. لكن الألباني قال هذه القصة دليل على أن الحاكم هو الذي يأخذها، ما أنت، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ كان حاكم، عشان بلد ما تبقى فوضى. وكذلك تكسير القباب والأضرحة والأصنام والأوثان لا يجوز لك، وإن كان تكسيرها واجبا لكن لا يجوز لك، عليك أنت حرام، إنما لمنو؟ للحاكم. وذلك لما فيها من مفسدة، إذا كان أي زول من الشعب ومن الناس ماشي غير بيده حيكون في مفاسد عظيمة. والآن إحنا ما قاعدين نكسر قباب وأوثان وأصنام، ما قاعدين نكسرها بلا صوافينا، صحيح ولا ما صحيح؟ فكيف لو كنا بنكسرها بيدنا فعلا؟
كان تكون فيها مفاسد عظيمة جدا، والشريعة جاءت لدرء شنو يا جماعة؟ المفاسد وتقليلها وتحصيل المفاسد وتكثيرها. طيب، المصالح وتكثيرها. قال وليعتبر قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم، فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه. ده والد معاذ بن عمرو بن الجموح، ولده أسلم قبله مع معاذ بن جبل، لكن أبوه عمرو بن الجموح كان زعيم وسيد، لكن الوقت ده لحد هنا كان كافر. كان له صنم يعبده ويطيبه، بريحه وبيعبد، فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه. معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح بالليل بيجوا بيشيلوا الصنم ده بفنقلوه، كرعين بخلاه فوق راسه تعيد، ويلطخانه بالعذرة، ويلطخوه بالغايط وكده. فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به، ما صنع به، فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا يسلم للصنم، ويقول له انتصر. شوف ابن كثير جاب القصة دي وين؟ أنا غرضي من الكلام ده أنك تتعلم كيف تتكلم وتستشهد للناس. جاب في آية ولا أنفسهم ينصرون، القصة دي هنا ناسبة صحيح ولا ما صحيح؟ أوريك إنه الصنم والآلهة من دون الله دي نفسها ما بتنصرها. فعمر بن الجموح كان يخذ عنده السيف ويقول انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا. تاني بكرة يجي فنقله صنم، وتاني يجي يغسله ويريحه ويخذ له السيف ويقول له انتصر، حتى أخذاه مرة فقرانا معه جرو كلب ميت، ربطوا في جرو، ولا كلب كمان تامي، جرو صغير وميت ربطوه في الصنم، ودلياه في حبل في بئر هناك، ونزلوا بالحبل وين؟ في البئر، الصنم والكلب الميت ده. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر عائل الصنم مربوط معه شنو؟ كلب معفن، نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، عين جوا كده، والمنظر طبعا منظر بشع، الإله بتاعه مربوط في شنو؟ في جروي كلب كمان صغير وميت فطيس ومنزلينه بحبل جوا البير. فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، ثم أسلم فحسن إسلامه، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. فهكذا تتعلم كيف تستدل الناس وكيف تتكلم لهم بالآيات، في آيات بتشبهها في المعنى تجيبها مع الآية اللي انت بتتكلم عنها، في أحاديث تعضد المعنى تجيبها، لكن الأحاديث لابد تكون صحيحة، في آثار للسلف تجيبها تكون صحيحة، في قصص زي دي صحيحة برضو شنو؟ تجيب. طيب، وهكذا أهل التفسير تلقى دائما يفعلون ذلك. قال وقوله إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى، قالوا مقصود بها إن تدعوهم أنتم أيها المشركون، إذا دعيتوا الآلهة بتاعتكم دي إلى هدى ما بيتبعوكم، ده معنى أول. معنى ثاني وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، قالوا ده للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، إذا دعوا الكفار الذين ختم الله على قلوبهم من بعض الكفار ما بيسلموا، كقوله تعالى سواء عليكم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب، وسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، كل واحد. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنها عبيد مثل عابديها، مش كده؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وهنا القرآن يعني جاء فيه لفظ عباد، إن الذين تدعون، الله قال من دون الله، يعني أي أحد تدعو هو في النهاية شنو؟ دون الله، ليس فوق الله وليس مع الله، وإنما هو شنو؟
دون الله، دي أول معلومة تقف عندها للناس، تقول لهم شوف ربنا قال دون الله، الملائكة يا جماعة دون الله تكلمهم كذا، تبدأ لهم أبو بكر الصديق قال الله والله ما الله دون الله، عمر بن الخطاب دون الله، علي بن عثمان بن عفان دون علي بن أبي طالب دون الله، أبو هريرة دون الله، عبد الرحيم البرعي دون الله، تكون ماشي. لما تبدأ من الصحابة بتعمل فرشة شوية، لكن في ناس مرضانين مهما فرشته أصلا تلقاه موسخ تب، في ناس مجارمة. طيب لكن أنت تعمل عليك، أنت تعمل شنو؟ تعمل عليك. طيب بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم خطاب بعقولي من كانوا يعقلون، صحيح؟ عباد أمثالكم، زيك في إنه قالوا أمثالكم يعني عبد في العبودية زيك واحد، وأمثالكم في أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وراهم هو وإن كان هم عباد أمثالكم في العبودية يعني عبيد وليسوا آلهة وليسوا أربابا، ربنا سبحانه وتعالى وراهم إن هم أقوى وأنصح وأقدر على فعل الأشياء من هؤلاء. ربنا قال ألهم، قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وده تحدي، ده تحدي، وفي جواز تحدي المشركين عشان ما يجيك واحد من المميعاتية الحلبجية يقول لك لا وما تقول له كذي وطعنت جديد، لا بيجوز تحدى المشركين، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي نهاية هذه الآيات ربنا قال قل ادعوا شركاءكم، ده برضو تحدي، ثم كيدوني فلا تنظرون. وفي بعض التفاسير جاء إنهم كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يخاف منهم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له تحداهم، طالما هم دار يخوفوك انت تحداهم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. نادوا الشركاء ذيل كلهم والآلهة بالباطل ذيل كلهم نادوا وكيدوني إنهم يضروني كلهم فلا تنظرون، ما تأخروا، سريع نادوهم سريع، شوف التحدي ده كيف. طيب ربنا قال ألهم أرجل يمشون بها، والأرجل يمشى بها ويذهب بها، صحيح، إلى أماكن المنافع أو يهرب بها من المضار، ده كله ما عنده، ده كله ما عنده. أم لهم أيدي يبطشون بها، ما عندهم أيدي يبطش بها وقوة، ما عندهم أي حاجة. أم لهم أعين يبصرون بها النفع من الضر والخير من الشر، ما في. أم لهم آذان يسمعون بها من دعاهم، وسيرين قالوا من دعاهم، ودي بتشبه يا آية سورة فاطر، مش كده؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله يسمى دعاء غير الله شنو؟ شرك. ليه؟ لأنهم بيقول لك دعاء غير الله توسل، توسل ما شرك، أنت عندك الأدلة، ده دليل، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تاني من الأدلة، أيوة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. اثنين تاني، أها. طيب سورة الأحقاف ربنا قال ومن أضل، ما قالش مشرك أو كافر صراحة، لكن دي واضحة جدا، ومن أضل، من هو الذي أضل من الذي يدعو دون الله؟ من هو؟ ربنا قال عن الشرك، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل، عن دار الآية الأولى فقد ضل ضلالا، وهنا ربنا قال ومن أضل، ومن أضل، إذا في ذول ضال ما في، لن تجد أحدا أضل من الذي يدعو دون الله. المشرك ضال ولا ما ضال؟ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله قال ومن أضل مما يدعو من دون الله، أضل إنسان بيدعو غير الله سبحانه وتعالى.
طيب أم لهم آذان يسمعون بها؟ أها. أم لهم لا لا آخر حاجة أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله، الولي قالوا قال القرطبي ولي الشيء هو الذي يحفظه ويمنعه من الضرر. ولي الشيء هو الذي شنو؟ أكتب الكلام ده بعدين بيجيك بقابلك قدام. هو الذي يحفظه ويمنعه من الضرر، هو الذي يحفظه ويمنعه من الضرر. إن ولي الله قالوا معناها أيضا أي كافي وحسيبي، خلاص. طيب وهو الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. العلاقة بشنو بين نزل الكتاب ويتولى الصالحين؟ قال بعض أهل التفسير أي أن الله عز وجل كما نصرني بإنزال القرآن بما فيه من الحجج فهو يتولاني وينصرني كما يتولى الصالحين. يعني زي نزول القرآن كان للنبي صلى الله عليه وسلم شنو من حكمه نصر له وتأييد، لأن القرآن كله حجج ورد على المشركين والملحدين والكفار والمنافقين إلى آخره، صحيح ولا ما صحيح؟ فكما نصرني بإنزال القرآن، نزل الكتاب، الكتاب يعني القرآن هنا في هذه الآية، فكما نصرني بإنزال الكتاب فهو ينصرني كما نصر وتولى الصالحين. طيب بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه، قبيل الآية، الآية دي تكررت مرتين بنفس المعنى، قبيل شنو الآية؟ ها؟ لا لا، هنا قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، هنا في الثانية ولا أنفسهم ينصرون، دي ما في آية في الأول نفسها؟ ها؟ والذين يدعون من دونه لا يستطيعون والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. أفتح المصحف تلقاه في نفس الآيات الحداشر ذات. وهنا قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. الأولى والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم، هم هناك، فجاءت بخطاب الغيبة يعني ناس غايبين. وهنا والذين تدعون أنتم جاءت بلفظ شنو؟ الحاضر المخاطب. عشان كده بعض أهل التفسير قالوا الثانية دي والذين تدعون دي مستمرة ماشية مع أي إنسان يدعو من دون الله، عشان ما يقول لك الآية دي نزل الزمان في المشركين، نزل أبو جهل وأبو لهب وساويتونا بالمشركين، ديك والذين يدعون هم طيب دي والذين تدعون أنتم في كل زمان ومكان. والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنفس نصركم أنتم دي ولا أنفسهم شنو؟ ينصرون. قال العلماء المفسرون وتكررت هذه الآية، تكررت لتأكيد أن آلهتهم لا تستطيع أن تنصر نصرها ولا عابديها، نفسها ولا شنو؟ ولا عابديها، تكرر مرتين. وتكررت الآية مرتين لماذا؟ لأن الأمر أمر عقيدة وتوحيد، والعقيدة لا بد فيها من شنو؟ التكرار، لا بد. النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم أرسل قال لهم شنو؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وآخر أيام ممات قال لعنة الله على اليهود والنصارى، في رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. سيدة عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعنة الله على اليهود والنصارى إلى آخره، ده توحيد عقيدة. ليه قالت في مرضه الذي لم يقم منه؟ لتدلل أن الأمر لم ينسخ،
الأمر، حرمة البناء على القبور وإدخال قبور الصالحين والأنبياء بالمساجد وبناء المساجد عليها على قبور الصالحين والأولياء والأنبياء، ده أمر ما نسخ. النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات قال. فأمر العقيدة يحتاج إلى شنو يا جماعة؟ تكرار. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أول قولوا لا إله إلا الله تفلح، أول يوم، أول يوم، واستمر عليه طوالي، وبعث عليه ابن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا صورة إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وعلي بن أبي طالب بعث أبا الهياج الأسدي بعدي وقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر 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 أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لحد أيام مات قال لعنة الله على اليهود والنصارى. أمر عقيدة، فالعقيدة لابد فيها من التكرار. علماءنا قالوا على الداعية والخطيب السلفي الموحد ألا يمل الكلام في العقيدة. الشيطان بيجيك أثناء الخطبة، ممكن يجيك تشغال تدعو للتوحيد، يجي يقول لك يا أخي تشريك دم المرة فات برضو قلته، يحبطك بالمناسبة، تقوم تلقى لك زوغة كده أثناء الخطبة تقول كده أمرك بيني وبعدين أشوف الحاصل عشان الناس يحبوني، وده يردوك بيتهم. تكلم في العقيدة خليك روك كله، لكن بالحكمة وبالأسلوب النبوي الصحيح، خلاص. لكن ما أنت ما تزعل يرضى الناس زي الحزبين. واحد قال أنا قاعد مسجد التجانية 25 سنة، قال لا شاكلوني لا سألوني لا سألتهم، أصحاب أصحاب، ده عمك بتاع يا تراس. طيب خليه. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، قيل الأصنام ما بتسمع، وقيل المقصود بها المشركون. مهما دعيتم إلى الهدى المشركين يأتون، ربنا ختم على قلوبهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. النوع ده ربنا سبحانه وتعالى قال له إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليه، بيكونوا قاعدين بعينه وهم لا يبصرون، ما فاهمين أي حاجة، هم بعينه ليك، والحجج والأدلة والقرآن والمعجزات الواضحة عند النبي صلى الله عليه وسلم هم قاعدين ولا يبصرونه. ليه؟ ربنا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، خلاص، وعلى أبصارهم غشاوة. طيب، وقيل المقصود بها الأصنام على القول الأول، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا لأنه ما بتسمع. وهل المقصود بها الأصنام بس؟ يعني الآن الشيوخ والأولياء والجماعة دي ما بيدخلوا؟ بيدخلوا من وجهين. الوجه الأول هذه الأصنام، تلك الأصنام ما هي إلا صور لرجال صالحين أو رجال طالحين ظنوا فيهم الصلاح، صحيح ولا ما صحيح؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. ابن عباس قال شنو؟ رجال صالحين دي. فكل اللات، أفرأيتم اللات، اللات والعزة، وتقرأ اللات والعزة، كان شنو اللات؟ الرجل قالوا التسويق لي الحجاج، رجل صالح، عملوا له شنو؟ صنم في النهاية. إذا صنم اللات ده في النهاية مقصود بمنو؟ اللات. وهذه الأصنام الخمسة ود وسواع ويغوس إلى آخره مقصود بها برضو شنو؟ رجال صالحين. فالآية تشمل من هذا الوجه. الوجه الثاني أن الآية، أن هذه الآيات ردت على الآلهة الباطلة، سواء كانت أصناما من حجارة أو من أشجار أو من أحجار، فتنزل على جميع الآلهة الباطلة اليوم وإلى يوم القيامة، أيا كانت، بشر، حجر، شجر، تنزل عليهم، تنزل عليهم. طيب، وهي طواغيت، كل الآلهة الباطلة شنو يا جماعة؟ طواغيت، إلا الأنبياء كعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، ما بنقول شنو يا جماعة؟ طاغوت، ما بنقول طاغوت، خلاص. طيب، لأنه ما عبد من دون الله وهو
راض، وإنما تبرأ من ذلك. وكذلك جميع الأنبياء وجميع الصالحين بحق الذين عبدوا من دون الله عز وجل هم غير راضين. ربنا قال إذا كان المقصود الأصنام، ربنا قال وتراهم ينظرون إليك. طيب كيف يكون ينظرون إليك إذا كان المقصود بها المشركين؟ دي معروفة من عين لك بعينه. إذا كان مقصود بها الأصنام وتراهم ينظرون إليك، القرطبي قال النظر هو فتح العينين إلى تجاه إلى تجاه المنظور إليه. النظر أصلا هو فتح شنو؟ العينين تجاه شنو؟ المنظور إليه. فالصنم كانوا بيعملوا له عيون قالوا، وبيعملوها من الخرز، فبتلقاها بتلمع كده تكون مفتوحة. فقالوا إذا كان المقصود ده إنه الصنم بيكون مفتح عيونه كده. وتراهم ينظرون يعني وكأنهم ينظرون، قالوا كقوله تعالى وترى الناس سكارى، ومعنى الآية وترى الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى، إلى غيرها من آيات القرآن. وهم لا يبصرون، وهي لا تبصر الأصنام كما هو معلوم. ودي ختام الآيات 11 آية من سورة الأعراف، لابد تحفظوها، 11 آية لابد تحفظوها جيدا، وتقروا التفسير بتاع هذا جيد تحفظوه وتبلغه، وحيجيك في الامتحان إن شاء الله يا ضحوي. أيوة تشمل من عبد من دون الله من الأولياء والصالحين والرجال والنساء والحمير، كل ما عبد من دون الله، وتشمل الأصنام والقبور والقباب والأضرحة. تكلمنا عن الموضوع ده الدرس الفات.